عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هزو ليت مدي السماء المتتبعين راديو اتبيره، راه نتمنى دائما ادي الدرس سليم لاوقات الكينين غير كلي دي دون لا غصاد غماس نيت بهار مكلي مشكا سهر الاتحاد الجمعيه نتان فليل فن او غنز اللي سكن غصاد ديال المقاط سكن غصاد ديال المبادره بهري فكين سكن كذلك ديال الندوه اللي بهري فكين اللي غلان توكتين سكان اللي كذلك محمود الاساتذه اللي فكانين تفاوين فماس الوكاله اللي داب الوكال اللي راهي نايس تفاوين فماس انت مزيات نسن كذلك ميغان الحق نسن بزاف في لنا غصاد نحاضر يقدر نغيا الفرح بهرم قوم كايت مزيات كاولان كني يان غصن مزيات ديان حسن كني غماس متروى دائما البادية تروى انت مزيات راه تشغل خاص نحاضر غصاد غماس نيت بها نيري اولان كني ان كاين بدار نحسن كني سوا فولكي دخلت لنا من صدار غماس نتورين دائما كاي مزيغن فراني اللي مغنين وكال نسنكين توكاس نسن افاد دولان سني ادفكينا ولا نسنفكين تنايت نسن اللقاءات ليلا غصاب نغدا المقارنة ليلا حضر ندي السوق الاساتذه اللي في ثاني تيفاوي نسنفكينا ولا نتني ماشي خصها تنسكر ماشي خصها المواطن تنسكر ما في لاتي لان ماشي خصها اي ولا انت انت غرست نس ماشي خصها اساتذه الزكيزه غير كلي بدا نتمنى دائما لحضور المواطنه في هذا السن توك تنسغاو سوين اللي همانين توك تنسغاو سوين اللي خصها تنسن فما سويدان سدوكال نسلوان توك البديه اللي سنة وراه تحضر نغنى دوات غير مكلي وتحضر كذلك سوقتي المقارن افادت السن ما فلسني لا نسن كذلك ما يقال الواجب نسن غير مكلي نتمنى دائما لحضور المواطن باش يستافد غدا الاساتذه المحامون دمدن اللي يهما هاد السف مسكين كذلك الفايت سلوان تقيت مزيت نسن دوكال نسن الجمعيات نغتي مسمونين اللي كانين تيفاوين كان السبب فد هي اللي والمقار ما بين المواطن ما بين الاساتذه دا ما ساكتين نمدن اللي يا كانين تيفاوين من الاعماق القلوب نسن كيند لقدام نسن اش كيند غرباط اش كيند غدار بيضا اش كيند قنيطره اش كيند كذلك حتى الحسيمه افادت كين ولا نسني يا ودار يا ووال يا تيدي فما سوا كنسن الحقوق غير كلي نتمنى دائما غمس نسكو كان البوادين سلوان دوك مدن اللي سولي صداغ غمس نتمازيتات مدن اللي سولي ران الصلح الصلح اللي تحفظ تيلي سول دارس نيات المكانه لقيت نتمنى لقيت الطلب دائما الحضور غمس الندوات الحضور غمس الملتقيات اللي غاتيلي توك انتفاوين توك الفوائد اللي راتنياوي الحياه نسن كلو فنتي كذلك سلوانسن تنميرتي كلو ما يحبان انيك يو دار نسن غديو ولا عضو مكتب جمعية اتحاد تنفاليت لجمعية أوغنز اختي زوري رنس نمير بهرا القناة موقع أتبير اللي دي قاني دار نسع الساد باش ديدنا غدرون سكرنا التغطية النشاطات دارت رنس نمير بهرا النشاطات اللي قاني غل الأنشطة اللي تسطر تمسمونت اللي كان خليت السنم اتحاد الجمعية تاوكنز قيس ازيد من 40 جمعية ارتضين كرة الجماعات تنتي كان جماعة تنال جماعة تاوكنز جماعة تاوكنز توشكا اللي ينتمي الجامعة هي قيادة تنال اللي مشتوكا ايتباها من الاهداف او الفلسفة الانشطة اللي تصدر الجمعية خليت السنة وهو الانفتاح على المحيط يعني الانشطة ورا تسكري غير غيط البلاصة يعني تقدر ديري تاوكنز تقدر ديري خارج الجماعة أو خارج الإقليم يعني في جميع ربوع الوطن النشاطات خلي التنايم ديس توبت المؤطرين تبارك الله مجموعة من الأساتذة المحامين البارزين والحقوقيين المناضلين اللي تنضل في إزرفان أو تموكريس وكال بصفة عامة يعني أن تموكريس وكال هاتي ركز مني التحديد الغابوي التحفيظ الجماعي الخنزير البري القنص العشوائي التعديل كله تبي كريسينات هاتي كانت مترابطة اسمك كنت كله يا تكريمة استيغان دوكال أكان اللي كان يا غير بداد من الشعار اللي مازال لمدة التنين أكال أوال أفكال الجلسة الصباحية اللي نقيس توقت المحامي الخلي سني غتي الجلسة المسائية اللي ركيس ساول كاين نقيس السيسي وننس نكويان غالموقع نس كويان دمانك سي تناي المشكلات اللي راه غريلي تفاعل الحضور اختي النربي تكلت يا ضنين اركن سنمير بهرا تنمير نور اي سبيس ما غا السادي كا السبت 22 اكتوبر 2022
تي حتى الفريق راه تنظم ديال الندوه يحضر توقت الاساتذه المحامين الحقوقيين الموضوع عن الندوه قالت مسار التنميه المستدامه والاستقرار والحق في اثبات ملكيه الاراضي اي سبل غساد راه دخل كان الاساتذه ياد تنيت نسخ المشاكل كله قالوا وكالتي ودرار اللي كله اللي كله سنب اللي تخبط نص السنين هاد كلوت هاد ملني من المسار السكر ما يقال المصلحه نسم كل على حسب الظروف هادو كويان بهذه التينيد كويان غساد من الاساتذه ديال مارنس كانت الطرق اللي راه متابعه مرحبا سكلو ما ديوش كان غساد ستامونتاد غساد راه كلو نسن كلو يا اخي المستجدات في الموضوع هذا اللي كان شائك جاتوني فرحان راه نساوي تقريبا كل ما يتعلق بالمشاكل ودراهم يرحال المشاكل اللي ضايع بغيت نكون ما كانش جمعيات نسوي راه نساوي حتى في الموضوع هذا راه كيساوي القنص العشوائي ولا المواضيع وكال ولا جاكال ولا كل ما يقال المشكل خدران ما كان سؤالنا غير بسم الله السلام عليكم اتحاد تلفاليت لجمعية توقنز اتحاد تلفاليت لجمعية توقنز تنظم اليوم السبت 22 اكتوبر 2022 ندوة يؤطرها اساتذة محامون وحقوقيين والندوة غتطرق لجميع المشاكل اللي كيعرفها اللي كتعرفها الساكنة بالعالم القروي في أدرار شتوك إتباها وجميع مناطق سوس المشاكل تقريبا كلها كتنحاصر في الأرض ومشاكلها مشاكل التحفيظ مشاكل الملكيات مشاكل الرعي الجائر مشاكل القنص العشوائي كاين الناس اللي كتشكى من القنص كيجيو حتى وسط الدوار تيشوف تيتسائلوا واش هذا الشيء قانوني واش كاين جهات اللي كتنظم هذه المسائل او لا السائكين كتسائل في بزاف المشاكل اليوم غنجاوبوا على بعض الاسئله اللي كيطرق ليها المجتمع السوسي بصفه عامه شكرا عن مقارنة غسد كنت مكير الساغورين يتم تمون كنت انفاليت يتسلسل اسم الديكان هو رانا تساو نيد في تخوسيون ثلاثة زديد دوكالة يعني دوري كي وكال دوكالة دونك رانا تساو نيد سيس فيون وهي تسكا ايميت ماسيغ سيك توسكا باش كل تخوسيون اللي توسكارني لسكيسن لسكيسن باط تاكا ليميت لي مداني مزورة مانيك تاتني تسري نغي تسكا السنات هو ماني مسنا ماني مسني سرتان دي مسني زرفان وفكان دي سادف تنميت غيمال رد تسكا باش هاد السوري نتاعو شنو كيكون هنا كاع السن كلو مسد اللي ميتين تحفيظ الغابوي ولا كذلك تحفيظ الجماعي ولا القانون تاع الحرمانية يسكتو كنتمو كرسين يما داني مزوان السكر العصير كان هنا يتمازيل باش كنتي كاري وانا يتاني ميتنا تو كنت نغي اللي غير تعيش ميتنا غير تشتا ميكو غروم سكوت التروانس التيميورين كذلك عرفتون تليتر تدو توسنا تاتا تدو دونك غير درتو بلا بنشكا فرسن سوا القصر في وفكي مي كنت يفوتين لي مصدر لي تسمي لي سلوك من مصدر سمي كنت نايين لي زاتني تاتني باش تدري بوري مال يسوى دا ارتدون تعو سيوين كلي سيخ ساس تفتون ستيوي سي من تمسمونين تسالين بسبب هو كان هنا تتليت توسط تنازيات بسم الله الرحمن الرحيم الذي دون الشد ياسم رشيد محامي بهيئة كدير يتسكر غصاد غيت بها هي اللقاء كان التواصلي تنطبق الجمعية أو اتحاد تنفاليت لجمعية لجماعة وهمس غيات الندوة استهمال بزاف لاتجاه مسار التنمية المستدامة والاستقرار والحق في إثبات ملكية الأراضي أية سبل هي حضرة غير ديال مجموعة انتو قلت لها أساتذة غرباط ولا غوكادير ديال مجموعة الفاعلين الجمعويين ديال مجموعة الحقوقيين اللي تناول الكلمة اللي تأثر كذلك لقاءات التواصلي حول العقار الأهمية وكان
يعني بصفة عامة، سواء مساطر التحفيظ، مساطر التعرضات، المادة اللي تتعلق كذلك الحيازة، يعني المجموعة من المواضيع يعني اللي في كلية الأهمية باش أنه لتوعية المواطن وطرح مجموعة من الإشكالات على ضوء القواعد القانونية اللي تنظم المجالات الشغلية اللي يمكن يعني تنمى العقار حماية وصيانة العقار در يعني المواطنين باش تحمينا كنسية. قبل تدوم شاركت على قناتنا غيلاد أدرف البطولة الزجاق دنا قصادة فذكرة حميلونا أو تتو تسكرت ينجام تنمرتنج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.